بصراحة نقولها، وإحنا قلناها صار 20 سنة، أنه البنك المركزي والمؤسسات المالية يجب أن تتعامل بشفافية مع كل الدول اللي تتعامل وياها ومع المواطن العراقي المتضرر صاحب المصلحة في تحويل الأموال. لكن بالشفافية يعني تتعامل مع الدول بطريقة صحيحة، هذا المقصود. ايش هسه تعامل البنك المركزي؟ نعم، البنك المركزي عنده روتين وعنده عقد وعنده امور اخرى وعنده غير يعني الاداره اللي تدير البنك المركزي مو بسهوله تتعامل او تدير المؤسسه النقديه. هذا سبب من اسباب الفشل بالعراق، خلى الشكوك موجوده في كل دور المؤسسه الماليه يعني العراقيه. يعني اللي يتحمل المسؤوليه البنك المركزي مو الامريكان اللي يتحججون بين يوم وباخر حتى يفرضون عقوبات على المصارف. أنا عندي موقف من الأمريكان، الأمريكان فعلا يتحملون كل شيء، هذا صحيح، لكنه البنك المركزي هو صاحب القضية ويتحمل الموضوع الأول والأخير في هذه العملية، لأنه كل هاي العراقيل اللي تصير وكل هاي البرامج اللي تحتل كلها سببها الإدارة المؤسسة المالية.